ألب أرسلان هو محمد بن جغري بيك داود بن ميكائيل ابن سلجوق بن دقاق بن سلجوق التركماني الملقب بألب أرسلان السلطان الشجاع. تولى الحكم بعد عمه طغرل بك، وهو أفضل السلاطين الذين تولوا حكم المسلمين، حيث استطاع الانتصار في معركة ملاذكرد سنة 463 هجري على البيزنطيين، وهي من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي. وكانت لألب أرسلان صفات عديدة نذكر منها أنه كان رحيما بالرعية، حسن السيرة، كريما، يكثر العطاء لرعيته، ولم يتخذ نظام الجباية في جمع المال. حصل صراع بين ألب أرسلان وابن عمه شهاب الدولة قتلمش على الحكم، وانتصر ألب أرسلان في النهاية وأصبح ملكا لجميع السلاجقة. كان هدف ألب أرسلان هو الجهاد في سبيل الله، ولذلك عمل على فتح عدد من المناطق وإدخال الإسلام إليها، وضم عدد من المناطق الإسلامية منها أرمينيا والرملة، عموريا وحلب. ارتبط اسم ألب أرسلان كثيرا بالمعركة الشهيرة معركة ملاذكرد، والتي يعتز بها الأتراك أيما اعتزاز إلى يومنا هذا. وسبب هذا الفتح هو أن البيزنطيين أحسوا بقرب الخطر السلجوقي منهم، فقاموا بتجهيز الجيوش لقتال المسلمين. وجمع رومانوس الرابع جيشا جرارا وصل عدده إلى 300,000 جندي، اتجه به نحو ألب أرسلان الذي كان عدد جيشه قليلا يصل إلى 15,000 جندي فقط. وعندما علم ألب أرسلان بقدوم الجيش البيزنطي أرسل الرسل لعقد الصلح، لكن رومانوس رفض ذلك وأصر على محاربة المسلمين في ملاذكرد. وقد قامت المعركة في يوم 25 من ذي القعدة لسنة 463 للهجرة، وقد صلى ألب أرسلان بجيشه ودعا الله أن ينصرهم ويجعل من هذا النصر فتحا عظيما. لبس ألب أرسلان كفنه وخاض المعركة مع جنوده الأشاوس. كان للمسلمين ما أرادوا ذلك ونصرهم الله، وقتل عدد كبير من الجيش البيزنطي، وأسر الإمبراطور رومانوس الرابع ومعه عدد كبير من الجيش البيزنطي. وبعد الانتهاء من الحرب افتدى رومانوس الرابع نفسه ب1.5 مليون دينار. ومن نتائج معركة ملاذكرد أن أمر أكبر إمبراطورية رومية أصبح أمر سقوطها مسألة وقت فقط، إضافة إلى انتشار الإسلام في آسيا الصغرى ووقوع رومانوس الرابع أسيرا بيد المسلمين. انتهاء دور الإمبراطورية البيزنطية في حماية العالم المسيحي من التوسع الإسلامي، وانهيار نظام الدفاع والتخوم البيزنطية، سيطرة السلاجقة على مساحات واسعة من الأناضول. شجع ألب أرسلان الآداب والعلوم في زمانه، وقد ظهر في عهده عدة شخصيات شهيرة مثل الشاعر والفلكي عمر الخيام، كما أنشأ المجامع العلمية في بغداد، وأشهرها المدرسة النظامية عام 1067، والتي تخرج منها الأصفهاني وبهاء الدين شداد اللذان خدما صلاح الدين الايوبي. قتل ألب أرسلان في عام 1072 الموافق للعاشر من ربيع الأول عام 465 للهجرة على يد أحد الثائرين واسمه يوسف الخوارزمي، ودفن في مدينة مرو بجوار قبر أبيه، فخلفه ابنه مالشكا. رحم الله البطل الشهيد بإذن الله تعالى، أبو شجاع ألب أرسلان، وأخرج منا من يذود عن دينه بالنفس والنفيس. إن أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.